تفصلنا عن موعدنا الكبير مع عصيان العزة التاريخي. نهيب بأبناء شعبنا عامة وثيارنا الأبطال خاصة ليفعل مستوى الجهوزية والاستعداد وإعلان النفير العام في ليلة الإدراج المرتقب لتعميم العدة والعتاد للاستحقاق الميداني القادم. فالرهان بعد الله سبحانه وتعالى معقودا على صلادتكم في سوح النزال يا شهد العزة والكرامة. فكونوا على الموعد الكبير وما النصر إلا من عند الله. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار وثبت لهم ولنا قدم صدق عندك يا كريم. ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير الجمعة 31 يناير كانون الثاني 2014 بلدة سار البحرين المحتلة.